مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة، الهريسي. شو عملت؟ غسلت منيح القمح كذا مرة، غسلتهم 3 مرات لينضفوا. امبارح عشية نقعت القمحات واليوم علت عليهم. هلأ بعلي عليهم درجة حرارة مرتفعة على الغاز وحطت مي يغطيهم شوي. هلأ شو بعمل؟ بستغل المي يغلو، بزيد مرقة دجاج السخنة فوقهم، بصير زيد شوي شوي مرقة الدجاج، عشان مرقة الدجاج كتير بتطلع طيبة الهريسة فيها أكيدة. وهلا بستغلي بنفرجيكم على القمح كيف بيصير. هلا بعد ما غلى القمح هون بنزيد عليه شوي شوي من مرقه الفروج عشان ما تنشف المرقه اللي بالقمح. بدنا شي ساعه تقريبا ليدوب القمح شوي، نبلش ندعك فيه بعد الحب سميكة. هلأ شوي على الغاز، نحط مرقة الدجاج فوقه شوي، لما نصير ندعك فيه بعد شي ساعة تقريبا. اوكي شوف هون، هوني حطيت المرقة الفروج لياتها، ومنا شي ساعة لنبلش ندعك بالقمحات مع الفروج. منكن جهزنا الفروج وشي ساعة بكون أحلى طور القمح تسبق أكتر. أوكي منشوفكن يا حلوين. هلأ هون بعد الساعة بعد القمح كيف استوى، بعد بده استوى. شو منعمل؟ منزيد فوق رشة ملح، فوق القمح رشة ملح، منزيد مي سخنة، برضو مي سخنة، شوي مي سخنة. نرجع هلأ بدنا نشوف قديه بدنا نغليهم. بعد نوصنا الغاز ونحط الغطا، شوف قديه بعد ما نغليهم ومنشوفكم. اوكي هلأ تقريبا بعد شي 3/4 ساعة بدنا نشوف كيف صار القمح احنا وياكم سوا. نشوف الحبة كيف صارت. صارت منيحة لتندعك. يلا بسم الله، لحتى نحط الفروج هلا ونجهز نبلش دعك. هلأ بعد ما شفنا الحبة انه صارت بتندعك، هيك صار شكلها لحبة القمح، بنحط فوقهم الفروج. بسم الله، ومنبلش دعك. كيف مندعك الهريسة هلأ؟ منصير هيك على طرف الطنجرة مندعك، منشد، ننتبه اكيد احلى ما نحرق حالنا. هيك منصر ندعك، منصر نحرق كمان، ندعك عشان ما تلزق بالارض وعشان تطلع كتير طيبة. منصر ندعك هيك لتمرت الهريسة تطلع ناعمة وكتير طيبة بهالشكل هيك وبالارض. هيك بدنا نعمل. اوكي بدها شوية وقت، ندعك ونشوفكم برجع. هلأ هون نحن وياكم بعد ما اندعكت الهريسة، الدجاج والهريسة مع بعض، لك كيف صاروا ممزوجين مع بعض. شو مننا نعمل؟ مننا نجهز خلطة البهارات والزبدة بقلبها. نجهز لها خلطة البهارات والزبدة، شوفكم. اوكي هلأ مننا نعمل خلطة البهارات والزبدة. هيدي الزبدة، ما بحطها كلها، بحط نصها، نص قالب الزبدة. ومننا نحط مكعبين ماجي،
ناجي بيعطيها كتير طعمة طيبة وحلوة. منرش ملعقة صغيرة سبع بهارات، أكيد البهار الملح مثل ما تحبوا، وملعقة صغيرة بهار أسود، نص ملعقة، نص ملعقة بهار أسود، وقرفة ناعمة نص ملعقة تقريبا، وملح. هلا بدنا نروح ندوب الزبدة مع البهارات كلياتهم على الغاز مع بعض. اوكي بس دوبهم بنشوفكم. هون بعد ما دابت الزبدة مع البهارات هلا بدنا نحطها فوق الهريسة. بسم الله البهارات والزبدة، نرجع ندعك لينخلطوا منيح مع بعض. ريحة كتير حلوة تشهي. بدها شغل بس كتير أكلة طيبة. نحركها شوي بس تنتهي فرجيكم عليها. هلا نهينا الهريسة مع بعض، هي تشلخ، هيدي الهريسة انتهيت. نطفي الغاز ونسكب احلى صحن هريسة. هيا حاولوا جربوها كتير طيبة، هريسة لبنانية. هيدا صحن الهريسة، هيدا صحن الهريسة، صحتن وعافية. جربوا واي طبق تاني باكل شي تاني بكن ياها وصلوني عطوني كومنت، وان شاء الله باذن الله بقدر بعملكن ياها. باي باي.